Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began. هاي قصة عن القوة. أنا اسمي باسل. مسافة يطا هي المكان اللي كبرت فيه. بداية تصويري هي بداية نهايتنا. جرفات. أنا متلم خير. في صوت بيطلع يعني مش ناس قاعدين يعني مش يعني فيش بني ادمين. شوف دخلوا. This is what's happening in my village now. Soldiers are everywhere. فهمني يا بشر. يكون كثير حلو اذا بصير سفر. بعدين انتو بتيجوا تزوروني مش انا بزوركم ولا لا؟ ولا شو تفكر؟ لو انت مكاني شو تفكر؟